لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولاً بأول. عقدت الجامعة الملكية المغربية لسامبو وتايجيتسو بقاعة ندوات التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء جمعها العام السنوي العادي للموسم الرياضي 2022-2023. وخلال الجمع تطرق الحاضرون إلى مناقشة عدة نقاط أبرزها المصادقة على 4 تقارير، ويتعلق الأمر بالتقرير الأدبي والتقرير التقني والتقرير المالي والتقرير المحاسباتي. الحصيلة اللي درناها السنة وحصيلة إيجابية، بحيث عندنا بطولة أفريقيا، درنا بطولة مدينة نحاسية في بطولة العالم، بطولة فضية في بطولة العالم ديال الشبان، ودرنا 2 ميداليات نحاسية بطولة الألعاب العالمية ديال فنون الحرب، والحصيلة مزيانة بزاف. وناقشنا وقع النقاش فيها، ودرنا افق المستقبليه ديالنا، لان هذا العام عندنا الالعاب الافريقيه خصنا نتوجدوا لها، وعندنا عندنا عندنا بطوله العالم الشاطئيه غتكون في الدار البيضاء ان شاء الله في المغرب، وعندنا كذلك بطوله افريقيا اللي غتكون في مصر. الحاضرون استغلوا المناسبة للحديث عن بقية التفاصيل التي تهم رياضة السامبو والتايجيتسو للدفع بها إلى الأمام من أجل تشريف المغرب في كل المناسبات وعلى جميع المستويات. كاين هناك عدة تظاهرات اللي غادي يشارك فيها المغرب، كاين تربصات، كاين هناك بطولات دولية وإفريقية اللي المغرب مطالب أنه يحقق فيها نتائج، خاصة وأنها تستنى الحمد لله بعض الأبطال المغاربة حققوا نالوا جوائز، نالوا ميداليات فضية وبرونزية على المستوى الدولي، واسترجعوا المكانة ديالهم على المستوى الإفريقي بفوزهم بالبطولة الإفريقية للمرة 17 على التوالي. احنا يعني مضطرين أننا نحافظوا على هذه النتائج. هو جمع شكل مناسبة لالتئام أسرة السامبو والتايجيتسو وتدارس الصعوبات التي تعيق تطور هذه الرياضة في انتظار البحث عن آفاق واعدة للرقي بها.